ازاي نكتشف القرنية المخروطية في مراحل مبكرة؟ السؤال ده مهم جدا، لان احنا بالفعل يجب ان نسعى ان احنا نكتشف المريض في المراحل المبكرة من المرض، عشان خاطر لما بنعالج المريض بدري الكواليتي اوف لايف بتاعة المريض طول عمره بتبقى احسن. في معظم دول العالم عندهم حاجة اسمها سكرينينج بروجرامز ضد القرنية المخروطية. يعني ايه؟ يعني في برامج للتوعية، المرضى كلهم بيتعرضوا لفحص معين اسمه البنتاكام او الرسم التوبوغرافي للقرنية على الاقل مرة او مرتين في فترات اللي بيحصل فيها البيك بتاع احتمالية حدوث القرنية المخروطية، اللي هي فترات تين ايجز، يعني عند سن 12 13 سنة نبدأ نعمل للعيان الرسم التوبوغرافي ده عشان نستبعد وجود القرنية المخروطية. لو احنا مش متاح عندنا في بلدنا السكرينينج بروجرام دوت بايه بدقة كده، على الأقل يجب ان احنا نعمل البنتاكام او الرسم التوبوغرافي للقرنية للمرضى اللي هم اكثر عرضة او اكثر احتمالية لحدوث القرنية المخروطية، اللي هم بالتحديد الأقارب. مريض عنده فاميلي هيستوري، عندي حد من قرايبي جاله قرنية مخروطية، ماما بابا اخويا عمي وهو ايفر في ايه في عيلتي جاله قرنية مخروطية، احتاج ان انا اعمل بنتاكام على الأقل مرة اطمن ان انا ما عنديش قرنية مخروطية. النوع الثاني من المرضى هو المرضى اللي عندهم حساسيه دي حساسيه موسميه، حساسيه سيال كده، حساسيه عاديه او حساسيه موسميه. مريض بيبقى عنده اعراض معينه، احمرار في العين وتحسس من الضوء وهرش في العين، دي اعراض كلها بتيجي في سن برضو ايه في سن الصغيره من العمر. المرضى دول بيكونوا اكثر عرضه نتيجه كتر دعك العين ان هم يطلع عندهم زي انزيمات معينه بتؤثر على القرنيه بطريقه معينه وتعمل مرض القرنيه المخروطيه. الاثنين دول اللي هم الناس اللي عندهم عامل وراثي او عامل طبيعي زي الايه الحساسيه يجب ان يخضعوا لعمل بنتاكام او رسم توبوغرافي للقرنيه لاستبعاد وجود قرنيه مخروطيه. طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للايه لبرامج التوعيه او برامج الايه للسكريننج. طب لو احنا انا كدكتور او انت كمريض عايز تعرف عندك قرنيه مخروطيه ولا لا او شاكك، هنشك ازاي؟ الفريكوانسي او معدل تغير النظاره، انا عملت نظاره دلوقتي بعد 3-4 شهور مقاس اتغير، 3-4 شهور تاني مقاس اتغير، النظارة بتتغير بمعدلات سريعة قوي، ده يشككني ان انت عندك قرنية مخروطية. انا كدكتور لازم ان انا ايه اخد بالي من الموضوع دوت. انت كمريض لو انا مش واخد بالي كدكتور تقول لي يا دكتور انا بغير النظارة بمعدل سريع، انا بغيرها مثلا معدل كل 3-4 شهور، وانا في الايه في الهيستوري بتاعك هتابع الكلام دوت، هشك ان في قرنية مخروطية، هلاقي الاستجماتيزم عندك متزايد، هلاقي قصر النظر بيتزايد، كل الكلام دوت هايه خلينا ان احنا نعمل برضو بنتاكام او رسمة توبوغرافي قرنية عشان نؤكد في وجودها او نستبعد ان شاء الله وجودها. والف سلام عليكم.